ونبقى ضمن سقوف توجهات الحكومة، فقد أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن محافظة ذي قار تشهد هدوءاً واستقراراً أمنياً، داعياً العشائر للاحتكام للقانون والقضاء في فض النزاعات. الشمري وخلال زيارة للمحافظة كشف عن خطة لرفض قيادة الشرطة المحافظة بالضباط والمنتسبين وفرض الأمن والاستقرار في عموم المدن. وضمن جدول ضمان الاستقرار بحث مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني العتابي أساسيات التعاون لفرض الاستقرار في ذي قار ومعاقبة مرتكبي جريمة الدكة العشائرية. هذا اليوم احنا في زيارة اخواني نائب قائد العمليات المشتركه ووكلاء وزاره الداخليه وقائد الشرطه الاتحاديه الى محافظه ذي قار. الزياره تهدف الاطلاع على الوضع الامني بشكل عام، وكذلك نشوف احتياجات مفاصل وزاره الداخليه، قياده الشرطه ودوره المرور والاحوال المدنيه والجوازات وباقي المفاصل. ايضا عندنا زياره الى الاخوه في رئاسه استئناف ذي قار. هذا الآن اجتمعنا مع السيد محافظ ذي قار، وهناك أمور تخص دعمهم لقيادة الشرطة، وكذلك ناقشنا الوضع الأمني فيما يخص عندنا موضوع النزاعات العشائرية اللي يحدث بين فترة وأخرى. الموقف الجنائي نعتبره للمحافظة يعني مستقر، وهناك هدوء واستقرار أمني في المحافظة، لا سيما يعني مع وجود عدد القوات الأمنية، وهنا الوضع الأمني تحت سيطرة قيادة عمليات سومر اللي هي مسؤولة عن كل تفاصيل الوضع الأمني بالمحافظة. كثير من الاحتياجات اللي تحتاجها قيادة الشرطة نلبيها خلال المرحلة القادمة، من ضمنها استحداث أقسام للشرطة في عدد من الأماكن الأقضية أو دعمها بالعجلات والأسلحة، وعندنا خطة لإسنادهم بالضباط والمنتسبين خلال المرحلة القادمة. محافظة ذي قار مثل ما تكلمت تشهد بين فترة والأخرى أكو نزاع عشائري بسبب حوادث قتل، بسبب مشاكل عشائرية سابقة، وجود أكو تدخل من قبل الأخ قائد العمليات والأخ قائد الشرطة في هذه النزاعات بشكل تفصيلي. يعني أكو استجابة من قبل الأخوان في العشائر الكريمة، نطلب من عشائرنا المحترمة أنه تساند القانون وتحتكم إلى القضاء في حل مشاكلها بدلا من الاحتكام إلى لغة السلاح.